الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحبة في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. معاكم على شاشة هذه القناة، قناة اعرف دينك. ما زلنا نتعاون ونتواصى ونتواصل بالخير مع إخواننا الذين نحبهم ويحبونا. اسمحوا لي في هذا المقطع وفي هذه الحلقة أن أقدم شيئا ربما يخفى على كثير من الناس حكمه، خاصة الشباب. الشيء ده باختصار، إن امبارح كنت بصلي الظهر أو العصر، وكان على شمالي أحد الشباب لابس تيشيرت قصير شوي، وقد فاتته ركعة، وأنا خلصت صلاة مع الإمام وقاعد بقول الأذكار، والتفت هكذا على يساري، فإذا بجزء من ظهر هذا الشاب قد تعرى من التيشيرت. التيشيرت اترفع وهو ساجد، فجزء من ظهره قد ظهر وبان، وهو بيصلي رحت شادد التيشيرت عليه عشان صلاته يبقى صحيحة وتامة، لأن المدة قصيرة، يدوب ظهرت شدتها بسرعة وخلاص. وبعد الصلاة تكلمت معه، وهو من الشباب الطيبين المحترمين زي كتير جدا من شبابنا وحبايبنا اللي بيتابعونا، لكن بننزل نصلي بالتيشيرت بالبودي بالبرمودة بأي حد، انزل صلي، وإن كان الأولى بالمسلم أن يأخذ زينته عند كل صلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينفع، وهو يسأله هل يصح أن يصلي الرجل في بيته وقد أحكم إغلاق الأبواب ولا يراه أحد، يصلي عاريا؟ فقال: الله أولى أن يستحيا منه. الله أولى بالحياء، وأولى بالزينة، وأولى بالإجلال والكمال والجمال في هيئة المسلم. المهم، هذا الشاب حاله زي حال كتير من الشباب، بيروح يصلي لابس قطعة. احنا الآن في الشتاء، في فصل الشتاء، فممكن تلاقي الواحد بينا لابس أكتر من قطعة، لكن في فصل الصيف هي قطعة واحدة على الجسد، حتة تيشيرت واحد، فلينة كده وقصيرة من هنا ومن هنا. إذا ركع أو سجد ظهر معها جسده أو ظهره. تعالوا بنا بسرعة نعرف إن شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ولما نقول ستر العورة يعني تغطية هذا الحد الذي حدده الشارع الكريم في الصلاة. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا لا يصح أن يظهر منه شيء البتة. في الصيف اللي عدى ده كنت بشوف شباب بينزل المسجد بشرط لحد ركبته، فإذا ركع يفضل شادد البنطلون بإيده، أي الشرط بإيده، استغفر الله، وإذا سجد رجله هو ساجد فخده باين، ركبته باينة. فكنا نأمرهم وننهاهم، لأن أصبحت العبادة عندنا بقى شكليات. لا يا إخوة، ينبغي علينا أن نتعلم ديننا وأن نعلم ما يصح وما يجب وما يحرم وما يجوز علينا. لا، إن الله غفور رحيم يا عم شيخ، وخلي الناس كلها تصلي، ويعني مش مشكلة، ده شاب ولسه بيتعلم. أبدا أبدا، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. المرأة كلها عورة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني قد أسبغت وأسدلت عليها ثيابها. وعلى هذا
فكثير من فتياتنا وشبابنا يصلون في البناطيل ويصلون في التيشيرتات ويصلون مش عارف في اللي لابسينه، ويظنون بهذا أنهم يحسنون صنعا، وبئس هذا الصنيع، لأن هذه العبادة خالية من شروط صحتها، ومن شروط صحتها ستر العورة. فينبغي علينا أن نراعي هذه المسألة أيها الشباب، ينبغي عليكم أن تراعوا هذه المسألة. ولو أن تجعل لنفسك ثيابا واسعة فضفاضة تصلي فيها وأنت بين يدي الله تبارك وتعالى، مطلوب منا جميعا أن نوجه وأن نعمم هذا الكلام وهذه الرسالة إلى كثير من إخواننا ومن شبابنا ومن فتياتنا الذين لا يبالون بمثل هذا. فوالله لقد رأيت أناسا من أول ركعة أو من أول سجدة وظهره عريان طول الصلاة، أقول له يا أخي الكريم بارك الله فيك، يعني عليك بأن تعيد هذه الصلاة لأنها طالت المدة ونقصت من شروط صحتها. يقول لك عم الشيخ أديني صليته خلاص. وأيضا نفس الرسالة نوجهها إلى شبابنا الذين يلبسون البنطلون الجنس المخرق المقطع، يعني المقطع كده من على الفخذ كده. في سبحان الملك أحدهم كان إلى جواري، أنت يا ابني كنت بتصلي بالشكل ده؟ يقول لي آه. يقول له والله يا ابن الصلاة لا تصح، صلاة باطلة لأنها خلت من شرط من شروط صحتها. يقول عم الشيخ إن الله غفور رحيم. يا أخي الكريم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وينبغي عليك أن تستر عورتك، وإن كنت أنت شايف موضة إلا أن في هذا كشف للعورة، ولا يجوز أن تكشف عورتك بحال من الأحوال، لا يجوز لك أن تكشف عورتك بحال من الأحوال إلا في أضيق الأحوال، كأن تكون زوجا لزوجتك تكشف لها يعني عن عورتك، أو تكون أمام الطبيب يداويك في مثل هذا وعلى قدر مناسب وضيق جدا. فاحذروا يا شباب المسلمين، واحذروا يا رجال المسلمين من التساهل والرضا بمثل هذا بحجة أن اللبس ده موضة وهو المنتشر والكلام ده كله. اتقوا الله تبارك وتعالى ولا تعصوه، واعلموا أن من أحب الله عز وجل أحب ما يحبه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.